بمحافظة المفرق أوشكت فرقة التعداد العام على الانتهاء من عملية التعداد في جميع مناطق المحافظة وألوية البادية، مع استمرار ذلك في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء من العمل به خلال الأيام القليلة القادمة. مزيد من التفاصيل في تقرير أنس الحرحشة. تواصل فرق الإحصاء في محافظة المفرق عملية التعداد للسكان والمساكن لليوم العاشر على التوالي بنسبة إنجاز بلغت ما يقارب 85%، حيث ستواصل الفرق عملها خلال اليومين القادمين لإكمال عملية التعداد خصوصا في مخيم الزعتري. يعود مرد نجاح وسهولة وتيسير الوصول إلى المعلومة في محافظة المفرق إلى أسباب عديدة، منها مدى الالتزام العام لموظفين الإحصاءات العامة وللمعلمين القائمين على هذا التعداد، وأضيف إلى ذلك الجهات الأمنية التي رافقت التعداد بكل حصافة وبكل عناية. عملية التعداد والتي شملت جميع أنحاء محافظة المفرق سارت وفق الخطة الموضوعة لهذا الخصوص من خلال تواصل الباحثين بزيارات ميدانية إلى جميع المساكن للحصول على المعلومات الدقيقة من خلال تعبئة الاستبيان المعد لهذه الغاية. الكثير من البلوكات والباحثين أنجز عمله، والآن نحن نسير كما مخطط له حسب الخطة اللي وضعتها من دار الإحصاء العامة، والبعض المناطق أنجزت والبعض الآخر لازال قيد الإنجاز. موظفو دائرة الإحصاءات والذين واصلوا الليل بالنهار لإكمال عملية التعداد أكدوا أن عملية التعداد جرت بشكل سليم دون أي مشاكل تذكر، مثمنين تعاون المواطنين ووعيهم تجاه القضايا التي تخدم الوطن والمواطن. تم العمل بشكل ممتاز ووجدنا تعاون المواطنين بهذا الخصوص، الحمد لله الأمور جرت وكانت مرت علينا أيام يوجد فيها برد، ولكن الباحثين واصلوا الليل بالنهار للعمل لإنجاز المهمة المقولة إليهم. قمنا إحنا بمتابعة الأجهزة والتعاون مع الباحثين، وقمنا بمساعدتهم على حل جميع المشاكل التي واجهتهم في الأجهزة من ناحية النافيجيشن وأمور أخرى. كانت الأمور الحمد لله رب العالمين ميسرة ولم تواجهنا أي مشاكل صعبة. منطقة بويض الحوامدة تم إنهاء التعداد السكاني بكل يسر وكل أريحية مع المواطنين، وأبدأ المواطنين التعاون التام جدا مع الباحثين. جهود كبيرة قامت بها دائرة الإحصاءات لإنجاح عملية التعداد والوصول إلى البيانات الحقيقية التي من شأنها وضع خطط تنموية تسهم في بناء الوطن ورفعته. من محافظة المفرق لقناة رؤيا، أنس الحراحشة.